الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي متابعين حوا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض كده وصفة لآخر الشهر، وصفة لذيذة، وصفة سهلة وبسيطة إن شاء الله، مش هتكلفك كتير، من نص كيلو بس. نص كيلو زي ما انتوا شايفين إيه، من الكبد والقوانص. طبعا ديت القوانص بس، هتقدري تعملي وجبة كده أو أكلة، وجبة غدا إن شاء الله بسيطة وغير مكلفة. تمام كده. هنعمل إيه النهاردة بالكبد والقوانص بتاعتنا؟ هنعمل كبدة اسكندراني، هنعملها بخلطة الكبد والقوانص بتاعت الفراخ، هتكون جميلة إن شاء الله وأكلة لذيذة كده هوت، وهنشوفها مع بعض واحدة واحدة. بداية هنا كده معايا القوانص ديت زي ما انتوا شايفين، أنا غسلتها اهي ونضفتها كلها من اي حاجة. تمام كده. وكمان حاطة معاها القلوب اهي، برضو فتحتها ونضفتها خلاص. يبقى دي الكبد والقوانص والقلوب كلها اهي، بصوا فتحتهم كلهم ما شاء الله ونضفوهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هقطعهم قطع صغيرة طبعا، لان احنا كلنا عارفين ان القوانص بتاخد ايه، بتاخد تسوية اكتر وبتبقى شديدة شوية عن الكبدة، فهنقطعها صغير صغير بحيث ان هي ما تاخدش وقت معانا ان شاء الله في التسوية. هبدأ اقطعها ان شاء الله وارجع لكم. تعالوا بقى نشوف ايه القوانص بتاعتنا اهيت والقلوب زي ما انتوا شايفين معايا كده، قطعناهم زي ما قلت لكم، هقطعهم قطع صغيرة اهم، شايفين بصوا دي القوانص والقلوب. تمام كده. انا خلصتهم، هرجعهم طبعا في الطبق تاني ومكانهم هعمل ايه. بصوا كده معايا الكبد اهي، تمام، دي كبد الفراخ برضو زي ما انتوا شايفين كده اهي، بصوا ما شاء الله انا كنت محتفظة بيها في الفريزر برضو وما فيهاش اي حاجة، هي كل فص بايه كبدة يعني بفصوصها زي ما هي، ما تهرتش ولا فيها اي حاجة. تمام كده اهو. هقطعها مثلا تبع حجم كل كبدة، لان فيها كبير تمام وفيها وسط وفيها صغير كده يعني تبع حجم الفراخ برضو اللي كنت بجيبها خلاص. فانا هعمل ايه، هقطعها يعني الكبده مثلا 3 4 قطع على زي ما اشوف الايه الحجم المناسب، عشان طبعا الكبده ما بتاخدش تسويه كتير وعشان ما تتهريش معايا وتبقى باينه في الاكله بتاعتنا خلاص. وبعد ما اقطعها هنرجع نشوف بقيه الايه التتبيله بتاعت الكبد والقوانص بتاعتنا والخضار اللي هنضيفه على الكبده الاسكندراني اللي عاملينها النهارده بالكبد والقوانص. تعالوا بقى ايه نبدا مع بعض كده على البوتاجاز بعد ما قطعنا الكبد وركناها على جنب، هنشوفها دلوقتي مع بعض ان شاء الله. بس نبدا زي ما قلنا بتسويه ايه القوانص الاول بتاعتنا والقلوب علشان خاطر بتاخد وقت معانا. انا معايا هنا ماده دهنيه اهي، كادر الكاميرا جايبها معاكم، معلقتين كده من السمنه. تمام كده. هاخد معايا كمان معايا ايه بدايه كده من اول الخضار بتاعنا البصل. البصل هنا برضو مقطعاه كده مكعبات صغيرة اهو زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قطعت الكبد والقوانص خلاص. طبعا بداية مش هستخدم كمية البصل كلها، ليه؟ علشان هنعمل تاني في مرحلة تانية يعني للكبد لما نشوف دلوقتي مع بعض. هنزل كده بايه بنص مثلا، هنقول نص كمية الايه البصل بتاعتنا. طبعا البصل غالي اليومين دول انا عارفه طبعا، بس هنا دول معانا بصلتين يعني حجم بصلتين كبار كده للاكله كلها خلاص كده. واحده هناخدها قولي كده للقوانص وواحده هناخدها للكبده، تتشوح معاها الكبده يعني. تمام كده. هقلب بس كده هو التقلبتين للبصله، تبدا تسخن كده في السمنه معايا وتشد. بعد ما ادينا كده ايه تسخينه للبصله بتاعتنا في السمنه، هنعمل ايه، هننزل بالقلوب والقوانص بتاعتنا على البصله. تمام كده اهو بالشكل دوت، وهبدا اشوح ماشي، اشوح ايه الكبد والقوانص، القلوب والقوانص في الايه في السمنه والبصله بتاعتنا بالشكل ده كده تقليبه. وبعد ما خدت التقليبه دي كده هو هعمل ايه، هروح مدياها معلقه كبيره من الفلفل، معلقه من الفلفل الاسود تمام اهي، معلقه كده صغيره مش كبيره يعني، معلقه من الفلفل الاسود وكمان معلقه من الكزبره الناشفه. يبقى حطيت لها معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الكزبره الناشفه بس كده، مش هحط اي حاجه تاني اكتر من كده تمام. وهسيبهم يتشوحوا مع بعض والقوانص والقلوب تنزل الميه بتاعتها والبصل وتتشرب
ونكمل مع بعض ان شاء الله التتبيله والكبد بتاعتنا كلها مع بعض. تعالوا بقى نشوف ايه الكبد القوانص والقلوب بتاعتنا بعد ما سيبناها وغطيناها مع ما حطناش معاها اي حاجه، هي ميه القوانص نفسها والبصل لغايه لما اتشوحت واخدت اللون الجميل دوت كده. معايا انا هرفع الصينيه كده عشان اوريكم، اهو شايفين التشويحه كده اهو، لغايه لما تتشوح التشويحه دي مش هتحط لها اي حاجه. هنبدا بقى نضيف ايه، هنضيف لها كوبايه من الميه المغليه، تمام؟ ما تحطيش ميه بارده ولا ميه من الحنفيه، ليه؟ لانها هتخل اللحمه يعني عامه لما بنيجي نزودها ما بنزودش ميه بارده، ليه؟ بتخليها تشد اكتر، لكن الميه السخنه او المغليه بتساعد ان هي تستوي معاكي بسرعه. فمعايا هنا اهو ميه مغليه، شايفين اهي ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كده ايه، هتضيف الكوبايه كلها، هي هتاخدها في التسويه، تمام؟ يبقى كوبايه من الميه المغليه خلاص علشان تبدا تغلي معايا على طول وتستوي ان شاء الله الايه القوانص والقلوب بتاعتنا. خلاص هغطيها، انا ما حطيتش اي حاجه ثانيه غير كده، هغطيها لغايه لما توصل للمرحله اللي انا وريتها لكم دلوقتي ان هي تنشف خالص تماما معايا، وبعد كده هنكمل. شايفين لما الميه بتاعتي مغليه بدات تغلي معايا على طول، خلاص كده هغطيها ونسيبها تكمل سوا وبعد كده نكمل. كده نشوف الايه القوانص بتاعتنا والقلوب. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين نشفت خالص من الميه، اتشربت الميه كل الميه، كوبايه الميه اللي انا حطيتها لها اديتها حوالي ربع كوبايه تاني، تمام كده؟ وكده اخذت التسويه ربع، مش التسويه كامله، ثلاث ارباع، ثلاث ارباع التسويه، الربع هنخليه ياخد بقى مع الكبده وبقيه الخضار اللي احنا هنحطه، تمام كده؟ هعمل ايه؟ هاخد بقى ايه القوانص كده بتاعتي على جنب بالشكل دوت، تمام؟ وهنزل بباقي البصل اللي احنا قلنا عليه اهي، البصلايه الثانيه، تمام؟ بالشكل ده. خلاص هقلبها بس كده واخليها برده تتشوح شويه. مش لازم اي ماده دهنيه تاني، كله هياخد من بعضيه بعد كده لما نقلبه مع بعض، تمام كده؟ بعد ما البصله كده ايه دبلت معانا خفيف بالشكل دوت، هعمل ايه برده، هرجي اخدها هي كمان كده على جنب، تمام اهي. خلاص وهبدا انزل بايه، هنزل بالكبد بتاعتي، مفيش مشاكل، احنا هننزل دلوقتي بالكبد هتظبط لنا الصينيه، تمام اهو. هبدا انزل كده بيها على جنب برده خلاص، وهسيبها مش هقلب فيها كتير لغايه مع السخونيه كده بتاعت الطاسه تحت والصينيه الكبده تشد معايا، ونرجع نكمل ونشوف بقيه الاضافات والتوابل. احنا لسه ما حطيناش اي حاجه ولا اي توابل غير الملح والفلفل والكزبره اللي احنا حطيناهم على القوانص. تعالوا بقى بعد ما الكبد بتاعتنا خلاص كده نزلت كل الميه بتاعتها واستوت تمام فيها، هنبدا بقى نقلب الجنب دوت اللي هو ايه، اللي هو البصل اللي احنا عملناه مع بعض كده وخليناه دبل، والقوانص والقلوب. هناخدهم بقى كده ونقلبهم كلهم ونبدا نقلب كده كل الحاجات بتاعتنا مع بعض، تمام؟ بصوا بصوا شايفين، شايفين الايه الكرمله اللي فيها، بصوا خلاص كده اتشربت كل ايه ميتها، مش محتاجين ان احنا نحط لها اي حاجه تاني، هننزل الخضار بتاعنا بعد كده وهتستوي تكمل تسويه تاني كمان في ايه، في الخضار وميه الخضار اللي هتنزل معانا. معانا ايه؟ معانا فلفل بقى ايه، الفلفل الرومي بتاعنا بتاع الحشو، وانا لقيت عندي كده في درج الفريزر درج الثلاجه فلفلايه حمراء، هنزل بقى بايه بكميه الفلفل، مش هنزل بالكميه كلها عشان الولاد قطعوها لي، فقطعوا لي كميه كبيره فانا مش عايزه الكميه دي كلها. وهنزل كمان تاني، احنا ما حطناش توابل، هنحط ايه طبعا الكبده يعني كمون، هحط ايه، هحط معلقه كده من الكمون، معلقه شايفين صغيره بس مليانه هرميه، معلقه من الكمون، تمام؟ هحط معلقه تاني من الفلفل الاسود بس دي صغيره شويه، تمام؟ وهحط حبه كزبره برده بالشكل دوت، كزبره ناشفه، نيجي معلقه تاني اهو، تمام كده بالشكل دوت. وكمان للتطعيم بقى الكبده بتاعتنا والقوانص والخضار هحط ايه، هحط مكعب من مرقه الفراخ، مرقه الخضار، اي مرقه موجوده عندك، المرقه اهي انا ايه نعمتها كده بايدي اهي بالشكل ده، تمام كده. ودي كده ايه
خلصنا، بس في معلقه تاني اضافه واحده تاني هنضيفها، بس قبل ما ايه ما نطفي على الكبده بتاعتنا بدقايق، بدقيقه كده، دقيقتين بس يا دوب. هقلب بقى كل الخضار بتاعي دوت كده والتوابل اللي احنا حطيناها، وهنغطي عليها ونهدي بقى النار كده سيكه لحد ما ايه ما تبدا تستوي معانا واحده واحده بالراحه، تكمل تسويتها مع الخضار، والخضار يدبل كده، مش عايزينه يدبل خالص يعني، يبقى فيه نفس القشره لسه. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وهغطيها دقيقتين كده اهوت، وارجع اشوف الاضافه الاخيره اللي احنا هنضيفها مع بعض. تعالوا بقى بعد ما ايه الكبد بتاعتنا والقوانص خلاص كده تمام ان شاء الله، اخر حاجه اخر مرحله هنعمل ايه، هناخد رشه خفيفه كده من الملح تمام، نص معلقه، لان انا طبعا حاطه ايه مكعب من المرقه تمام، يبقى نص معلقه كده من الملح، وهندوقها طبعا، ولو محتاجه هنضيف تاني تمام. المكون الاخير بقى اللي هنضيفه زي ما قلت لكم اللي هو ايه معلقه من الثوم المهروس تمام كده. طبعا الكبده بتحب الثوم والكمون اكتر حاجه ايا كان نوع الكبده. بقى معايا هنا معلقه من الثوم المهروس، خلاص كده هنزل بيها كده، دي اخر حاجه، وهقلبها كويس كده مع ايه الكبد والقوانص بتاعتي. خلاص اهي، وهديها اغطيها بس دقيقتين زي ما قلت لكم، ونرجع نقدمها مع بعض ان شاء الله، ونشوف عاملين ايه تاني مع الكبد والقوانص بتاعتنا. هغطيها وهرجع لكم كمان 5 دقائق. وبكده خلصنا مع بعض زي ما انتم شايفين الكبد والقوانص بتاعتنا النهارده بطريقه الكبده الاسكندراني، عملناها زي ما قلنا بالايه بالكبد والقوانص. اهي الصينيه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، طبعا انا لسه ما غرفتش، هوريكم دلوقتي وهقول لكم عملنا ايه معاها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي شايفين ما شاء الله حاجه جميله جدا وريحتها خطيره. طبعا هتغرفي بقى كده، هنغرف مع بعض بسم الله، اهي حاجه جميله اللهم بارك، يعني حاجه تفتح النفس. عملناها اكله اقتصاديه، هتعمليها من ايه من بواقي عندك زي ما قلنا، من هتشتري مثلا نص كيلو كده هو كبد على قوانص من عند بتاع الفراخ، مفيش مشاكل اللي يريحك اعملي اكله اقتصاديه. اخر الشهر بقى نعمل كده مع بعض الاكلات الاقتصاديه ديت، اهي ما شاء الله وكلها مستويه وريحتها والله يا جماعه ما اقولكوش خطيره ما شاء الله. بصوا بقى عملنا معاها ايه، طبعا المخلل دوت مخلل عاملينه في البيت، حبه خيار بيقعدوا كده بنعملهم، الليمون طبعا انا عامله الليمون معاكم قبل كده، ده ليمون معصفر بالجزر وخلطه الايه الهريسه، جميل جدا. عملنا برضو ايه طبق كده طحينه كده للي بيحب معاها حبه طحينه ويكون هيعملها سندوتشات، عملنا معاها رز اصفر تمام اهو، رز اصفر، والرز الاصفر عاملينه مع بعض قبل كده. اكله سهله وبسيطه وما كلفتناش حاجه، وهتقضي لك يوم من ايام اخر الشهر بقى بدل ما تحتاري وتقولي اعمل ايه وما اعملش ايه. طبعا بقى اختي حبيبتي لو وصلتي معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم في الله واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم السلام عليكم.